خلينا نروح إلى هذا الخبر، حيث كشفت مجموعة قنوات روتانا عن بعض مختاراتها للأعمال الدرامية والمسلسلات لشهر رمضان المبارك، واللي تضمنت مسلسل الكتيبة 101، وهو عمل من بطولة كل من الفنان آسر ياسين والفنان عمرو يوسف. أيضا ينضم للسباق الرمضاني على شاشة روتانا مسلسل سوق الكانتو، وهو من بطولة كل من الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين. من الأعمال الخليجية المميزة هو مسلسل منزل 12، والذي يضم نخبة من أبرز نجوم الكويت. وأيضا لابد من جرعة كوميدية مصرية، ولذلك نترقب مسلسل الكبير أوي في الجزء السابع. صراحة مجموعة من الأعمال المشوقة جدا 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 في الأعمال الدراما، واللي هتتميز أكيد فيها شاشة روتانا خليجية في رمضان. إيش اخترتي تتابع ريم؟ أنا والله تحمس لي الأسماء كثير يعني، فمتحمسة لكل أنا أحب المسلسلات. الكوميدي لازم يكون أنا أحب موجود أضحك، الكوميدي يعني يكسب. والكبير يعني شفته سنة، وأتمنى أن نشاهد أيضا شخصية مربوحة. يعني شخصية مربوحة اللي أتمنى، لأنها صراحة نجحت بشكل رهيب، وأثبتت أن المرأة كوميدية أيضا. أثبتت المرأة كوميدية، وأثبتت أن المواهب تخرج وتصدر وتلمع من المرة الأولى. مظبوط مظبوط كلام.